بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ كنا اتكلمنا قبل كده عن طرق الربح من الانترنت، وان شاء الله النهاردة بنتكلم عن اول طريقة واسهلها كل بيعملها، اللي هي انشاء قناة على اليوتيوب. عشان تنشئ قناة حدد الهدف بتاعك، انت هتعمل ايه. على سبيل المثال دلوقتي ما شاء الله في ناس بتقبض 10,000، 20,000، 60,000، وما شاء الله في ناس بتقبض 200,000. الموضوع مربح جدا. اهم حاجة ان انت ما تعملش حاجة غلط، حاجة حرام، عشان تاخد فلوس، لان الفلوس اللي جاية دي هتعتبر حرام. تمام. لو واحدة مثلا بتحب الطبيخ، ممكن تعمل قناة عن الطبيخ. بتحب الوصفات، تعمل قناة عن الوصفات. واحد بيحب البرامج، التليفونات، اطلع اتكلم عنها. كل واحد يشوف هو بيحب ايه، هتنجح في الحاجة اللي انت بتحبها. تمام. ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه. ودلوقتي هنتكلم ازاي ان انت تعمل قناه. تابع معايا الشرح. بسم الله. هندخل على جوجل. نضغط على تسجيل الدخول او لوج ان، حسب بقى عربي ولا انجليزي عندك. انشاء حساب او كريت اكاونت، الاسم الاول واسم العيلة اللي هو الفيرست واللاست نيم، اسم المستخدم اللي هو اليوزر نيم اللي هيتعمل بالايميل. ممكن تجرب كذا كذا ايميل، لان في بيبقى اسامي كتير متاخدة قبل كده. كلمة المرور نكتب كلمة ونعيدها تاني. نيكست او التالي، طبعا بيبقى كلمة المرور دي 8 حروف او اكتر، حروف وارقام، ولو في برضو رموز. طيب احنا دلوقتي نكتب رقم التليفون بتاعنا. لو عندك ايميل قبل كده ممكن تكتبه، يبقى ايه عشان ده ما يسرقش. بعد كده بنكتب تاريخ الميلاد والنوع، التالي بيديك رقم التليفون عشان يثبت ملكيتك. تقول له ارسال، بيبعت لك رسالة على التليفون، بتاخد الكود اللي مبعوت في الرسالة ده بتكتبه تاني على الموقع. هو تقريبا كود من 5 أو 6 أرقام يعني، وده عشان يتأكد من الشخصية او يثبت ملكية الايميل للشخص ده، بما انه هو صاحب التليفون ده فهو اكيد هو اللي هيجيله رسالة. نكتب الكود ونضغط تأكيد. الحصول على مزايا اضافية من خلال رقمك، اوكي. شروط الاستخدام موافق، تمام كده. ايه نلوج ان، احنا كده عملنا الايميل، اسهل حاجة. طيب ندخل في اللورا، ازاي نعمل قناة على اليوتيوب. هندخل على اليوتيوب، ممكن من فوق كده من التطبيقات، او تكتب يوتيوب في البحث، عربي انجليزي مش هتفرق. دخلنا على موقع اليوتيوب، نعمل تسجيل الدخول او لوج ان. تمام، تسجيل الدخول كده. احنا دخلنا وادي الاكونت بتاعنا. اول حاجة تحت انشاء قناة او create channel، نضغط عليها. بدأ مسيرة انشاء المحتوى، قول له اوكي. اسم المستخدم، تلاحظ نفس الاسم بتاعك او تعمل اسم تاني حسب انت او مزاجك، ونضغط ايه اختيار. هنا بنحط صورة للبروفايل، طبعا نجهز الصورة ونعمل ابلود بيكتشر. عندي الصورة بقى، ادور على اي صورة. كل واحد بقى هو مزاجه بقى، يعني مثلا واحد يعمل قناة عن الرياضة او عن الكورة، بتختار بقى صورة حلوة كده وتعمل اسم القناة حاجة بتجذب كده. واحد تاني مثلا يتكلم عن الكاراتيه، عن التليفونات، عربيات، اي حاجة. اخترنا الصورة. tell viewers about your channel، اللي مثلا زي الديسكريبشن او وصف للقناة. تكتب كلمتين حلوين كده عشان ايه القناة بتاعتك تظهر في البحث على جوجل.
لو حد بحث من الكلمات دي مثلا قناة بيساعد يعني ان هو تطلع في البحث، وده بيجيب لك طبعا ناس زوار كتير بأسهل الطرق وبلاش. طيب لو عندك موقع بتكتب اللينك بتاعه، ما عندكش عادي بتسيبها فاضية. احنا طبعا عندنا موقع مدغمر بنكتب عليه مدغمر، اسم اللينك بتاع صفحة الفيس، لينك صفحة تويتر، لينك صفحة انستجرام. لو ما عندكش يفضل انك تعمل، لان انت من خلال المنصات دي بتجيب ناس زوار اكتر للقناة بتاعتك. بعد ما بتكتب الروابط بتكتب سيف، تمام. احنا عملنا القناة بتاعتنا، طيب عايزين نظبطها، هنعمل ايه بقى؟ نضغط على تخصيص القناة، اضافة صورة للقناة اللي هي الكوفر. ما عنديش طبعا بقى، احنا دلوقتي بنشرح هنضغط على اي صورة كويسة كده. ايه رأيك اخد ايه؟ لا دي مكتوب عليها، دي مش تنفع. ماشي دي كويس. سيف سيف، نروح نعمل إضافة صورة للقناة، تحديد الصورة من الكمبيوتر ونحاول نرفعها. الصورة صغيرة جدا. طيب هو كاتب لنا تحت هنا الصورة، هو بيبقى محدد مقياس للصورة طول في عرض. كل دي الصور بقى، اللي ما بيعرفش مثلا يعمل حاجة او ما بيعرفش يستخدم فوتوشوب وعايز يعمل صورة، ممكن تخش هنا تكتب يوتيوب كفر، فوتو كفر كده، انا هيطلع لك صور جميلة ومقاساتها تبقى. الصورة دي صغيرة مش تنفع، او ممكن نزود كلمة اتش دي عشان يجيب لنا صور كبيرة. هنا بقى صور مقاسات كبيرة طبعا، علي 1152 زي الفل دي. يلا سيف. زي الفل. نحاول نرفعها تاني، ده تبقى تمام ان شاء الله. نوع معاد 1440 × 2560 دي زي الفل، اشتغلت. نقول له تحديد او ابلاي يعني حسب بقى عربي ولا انجليزي عندك. احنا كده عملنا القناه، حطينا البروفايل والكفر كده زي الفل. نحاول نشوفها بقى احنا كده لو ايه واحد بقى جديد. ايوه دي شكل القناه. طيب عشان نرفع اول فيديو لينا هنضغط على تحميل فيديو. استكشف، اوكي. اختيار ملف، نختار طبعا الفيديو اللي احنا مجهزينه على جهاز الكمبيوتر، وليكن ده مثلا اي حاجة. هو دلوقتي بيحاول يرفعه. تم تحميل 71%. طيب احنا هنا بقى بنكتب في العنوان، نكتب عنوان صغير ما يقلش عن، ما يزيدش عن 100 كلمة. طبعا ده ايه، عنوان بيشد حاجة بس ما تبقاش حاجة رجل المضمون يعني، حاجة برضو عن الفيديو بس عنوان بيشد. والوصف بقى نكتب كلمتين حلوين كده. نحاول نحط 3 هاشتاج. هنا بدنا نظبط صورة كده برضو، بتظهر بقى بره للي بيشوف الفيديو من بره في الترشيحات. يفضل طبعا ان انت تعمل قوائم تشغيل وتحط الفيديوهات دي تقسمها بقى. لو انت هتتكلم في كذا حاجة، في الكورة، في العربيات، في الملابس كده يعني.
ممكن تعمل لك كذا قائمة، وكل فيديو بتحطه في القائمة اللي ايه حسب التخصص اللي انت بتتكلم عنه. طيب هنا بقى الحتة دي مهمة جدا، يعني بتختار الفيديو ده أطفال ولا لأ؟ لو مش أطفال اكتب ليس الأطفال. خيارات إضافية اللي انت مثلا بتاخد الكلمات المفتاحية تحطها هنا، الكلمات المفتاحية اللي هي الكيورد. يفضل طبعا ان الكلمات المفتاحية دي تبقى في الوصف وفي العنوان، وهنتكلم على الموضوع ده بعد كده بشرح تفصيل ممل جدا، بحيث ان انت تعرف تجيب مشاهدات كتير والفيديو بتاعك يطلع فوق في نتائج البحث الاولى في جوجل، يجيب لك مشاهدات اكتر وفلوس اكتر. طبعا هنا لحد 500 حرف، كل كلمة لوحدها، ونضغط انتر هو اوتوماتيك بيحطها. بتختار لغة الفيديو دي، طبعا هنتكلم عربي انجليزي حسب بقى. كل واحد يختار المجال الحاجة اللي بيحبها ويتكلم عنها. واحد مثلا بيحب البرامج او كده عاوز يشرح يشرح، واحد مثلا خد كورس في حاجة عاوز يشرحه ينزل شرحه ويعمل كده دور. يبقى انت حاجات مفيدة. طيب بقى بنضغط التالي، طبعا داش من القناة الجديدة. تمام، بتختار هنا بطاقة، تختار فيديو بقى او اي حاجة حسب المتاح عندك. هو كان في قبل كده برضو الاختيار اللي قبله، اللي انت بتختار فيديوهين بترشحهم للي بيتفرج على الفيديو الحالي، اللي اضافة شاشة نهاية دي هي طبعا مش متفعلة. طيب اكتمال المعالجة، حفظ، تختار بقى ان هو يتذاع يعلني، وبعدين نشر. مبروك عليكم، ده اول فيديو في القناة بتاعتكم، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تابعوني واعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناة ولايك للفيديو. اي كومنت عاوزين تسألوا عنه، اي استفسار اقتراح اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم انا تحت امركم. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم بالتفصيل الممل. الناس طبعا اللي عندها خلفية او كده يعني ما تستعجلش، اصبر واحدة واحدة، اتقل تاخد حاجة نظيفة. بإذن الله هنتكلم بالنسبة لليوتيوب ازاي تحقق دخل. طبعا اليوتيوب عشان تشتغل عليه وتحقق دخل هو حاطط شروط، 1000 مشترك، 4000 ساعة. هنتكلم ازاي ان انت تحقق الشروط دي في وقت قليل بالطرق الشرعية والطرق الشمال. عندناش مشكلة هنشتغل. هنولع في اليوتيوب ده. تمام، دي لوحة التحكم بتاعتك، عدد المشاهدات، وقت المشاهدة، المشتركين حاليا 0، الصلاة على النبي. تحقيق الربح لو ضغطنا عليها هيجيب لك الشروط. طبعا مفيش مشترك بيقول لك يجب الحصول على 1000 مشترك، وما فيش ساعات مشاهدة يجب الحصول على 4000 ساعة. هنتكلم ازاي ان احنا نحقق الشروط دي في وقت قليل جدا، وهنتكلم ازاي ان انت تعمل فيديو بالبرامج وازاي تسجله وتمنتجه. هنتكلم عن كل حاجة ان شاء الله بالتفصيل، ونتمنى ان شاء الله تكونوا مستفيدوا معنا، ودي فرصة ان انت تقدر تشتغل وتكسب من البيت، حاجة اضافية ما تبقاش الاساسية بتاعتك. عندك شغلك الاساسي بتنزل وتظبط نفسك، بس دي حاجة اساسية، حاجة اضافية بتضيف بيها دخل زيادة. جت ما جاتش ما جاتش، في ناس اشتغلت وما شاء الله وكسبوا بالذهب، وفي ناس تانية ما قدرتش انها تتوافق في الموضوع ده، فهي ارزاق، محدش يستعجل على رزقه. تابع معانا القناة وان شاء الله ربنا يوفقك. في رعاية الله.